خلينا بس في البدايه، لان لازم ننوه ان احنا بالظبط كده مع حضراتكم بقالنا سنه كامله. من سنه بالظبط زي النهارده كانت اول حلقه لينا وعشرة الصبح في الاهلي، والبرنامج اللي بجد كلنا الحمد لله رب العالمين يعني اشتغلنا مع بعض وتعبنا وجهزنا، وكان تحدي كبير جدا علشان نقدر ان احنا نكون اول برنامج صباحي يقام ويبث على قناه النادي الاهلي. كان بالنسبه لنا اكيد تحدي، عايزين ننجح، عايزين نشرف القناه، عايزين نشرف النادي العظيم اللي احنا كلنا بننتمي ليه. حاجه كانت مش سهله، بس الحمد لله رب العالمين. اكيد كان حسن اختيار من الاداره، واكيد كان شغل للفريق كله، انا وكريم فريق الاعداد وكل الناس اللي شغاله في البرنامج. اكيد كنا كلنا بنحاول نكون عند حسن ظن حضراتكم، دايما يبقى فيه تجديد، ودايما يبقى فيه كمان حاجه يعني جاذبه لحضراتكم علشان نقدر نقدم محتوى محترم. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. سنه كامله عدت والله انا حسيت بيها. يجري بسرعه البرق كالعاده. كل سنه وانت طيبه، وطبعا تحياتنا لكل الزملاء، كل الناس اللي شغاله معانا في 10 الصبح في الاهلي، وبطبيعه الحال كل زملائنا في قناه الاهلي بشكل عام. كتيبه عمل بتشكل اسره واحده، وفعلا اهتمامهم الوحيد تقريبا هو ارضاء كل مشاهدي وكل متابعي قناه الاهلي. كل سنه وكل حضراتكم طيبين. يا رب ان شاء الله نوعدكم باذن الله سنه كمان من النجاح والتالق والاحترافيه كمان في تقديم العمل.